السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعي الكرام. لنا الشعب الجزائري في وفاة اليوتيوبر الجزائري الشاب سيفو، إنا لله وإنا إليه راجعون. وأحدث وفاة سيفو صدمة لدى متابعيه، وخصوصا أنه رحل فجأة وهو في أروج طاقته وشبابه. ويمتلك سيفو قناة على مواقع التواصل الاجتماعي، موقع الفيديوهات اليوتيوب، وفي يزيد عن 260 ألف مشترك. وكان سيفو يقدم محتوى فكاهي، وحصدت بعض فيديوهاته مشاهدات بالملايين، وانهالت التعليقات في نعي سيفو من كل الوطن العربي. وسبب وفاة سيفو هي سكتة قلبية مفاجئة. داعين الله عز وجل أن يتغمدوا بواسع رحمته وأن يسكنوا فسيح جناته. ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.